مع حالة عدم اليقين بخصوص المدى الزمني لانتهاء فيروس كورونا من العالم، هل ترى أننا بحاجة لتمديد المبادرات السابقة إذا كان الأمر يتعلق مثلا بسداد القروض أو سداد أقساط على البطاقات الائتمانية، وكان هناك إعفاء لمدة 6 أشهر وانتهت بالفعل الشهر الحالي؟ دي تتوقف على ايه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة في موضوع الجائحة الخاصة بكورونا. لو ما زادتش ونأمل في هذا يبقى احنا مش محتاجين لهذه المبادرات، لان الاصل في الامور على فكرة ان القطاع الخاص طالما في بيئة تشريعية صحيحة، في بنية تحتية قوية، في استقرار في الاقتصاد واستقرار في السياسة، ان القطاع الخاص يتوسع فيه استثماراته، وده الأصل في الأمور. يعني كل الاستثناءات أو المزايا الإضافية دي مش مطلوبة على فكرة عشان تشجيع القطاع الخاص، المطلوب أن يبقى الوضع مستقر. لكن إذا كانت طبعا بعد الشر لا نتمنى جائحة كورونا زادت في الشتاء زي في بعض التوقعات بتقول كده وبدأت في بعض هذه الدول، فده وضع استثنائي تماما. فطالما في وضع استثنائي في الحقيقة يبقى لازم احنا ايضا نعمل اجراءات استثنائية، ما ينفعش نمشي بالنمط الاقتصادي الطبيعي ان نقول عندنا استقرار عندنا بنية تحتية قوية، ما تكفيش. فبالتأكيد لازم يكون في تمديد لهذه المبادرات، بل بالعكس يجب ان يكون هناك مبادرات اكتر وتشجيع اكتر للقطاع الخاص، لان الفترة لما بتطور في المشكلة بتاعت كورونا دي بتزود الأثر السلبي، يعني بدايتها قد تكون أسهل من بعد فترة لما بتكون فترة طويلة، لأن هما من أول ما بدأت كورونا وبالتأكيد نشاط الشركات نشاط المصانع مش بيشتغل بنفس الكفاءة وبنفس الطريقة لدرجة 100% زي قبل كورونا، فبالتأكيد هنحتاج مبادرات جديدة، لكن مش كلها نتوقع من البنك المركزي، يجب أن يكون أيضا مبادرات من جهات حكومية كثيرة خاصة مثلا بإجراءات الاستثمار، خاصة بتخصيص الأراضي من ضمنها. يعني أنا في تقديري مثلا الأراضي لو رخصت شوية بالنسبة للمستثمرين ده ممكن يبقى عنصر جذب للمستثمر، أيضا ممكن يقلل من تكاليف الإنتاج وبالتالي يشجع المستثمر أنه يتوسع في استثماراته.